جايب لك قنبلة في الأسعار وسلالات من الممنوعات في حضن الله. ما بجيبلكش أي عرض، أنا جايب لك عرض هيهز قناه مزارع الحاج حسن ابو الحاج، لان راجع لك بسلاله من الممنوعات ما شاء الله. ما بعرضلكش اي سلاله عجل بقر. الله يبارك لك، روح يا معلم. انا بقدم لك السلاله اللي ترضي الله. اللهم صل على سيدنا النبي. عجلات كلها نمبر 1 ما شاء الله، ما تظهرش الا على قناه مزارع الحاج حسن ابو الحاج فقط بفضل الله. اللهم صل على سيدنا النبي. هديه للساده المتابعين، وميزه في السلاله وميزه في السعر بفضل الله. ونعم بالله يا معلم. وجايب لك الاعمار الصغيره يا مدير. معانا طبعا عرض وش اسمه عرض وش الخير يا جماعه، زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم الوش طبعا كلها البيضة الجميله. وطبعا السلالات قبل اي حاجه، كل حاجه طبعا هنا ما شاء الله تبارك الله. سلالات محترمه جدا جدا باسعار فوق من ده كله. فوق من ده كله جايب لك البراون البيور الدم الحر. اللهم صل على النبي. عشاق البراون جايب لك شويه عجلات من مزرعه نمبر 1 يعني اللي نفسه يقن بقرة سمنتال، اللي نفسه يقن بقرة سمنتال اسمر راجع لك بيهم. جايب لك سلالات من الممنوعات. اللهم صل على النبي. ما بعرضلكش اي عجل بار للمشاهدين، بقدم لك السلاله نمبر 1 قبل اي حاجه. طبعا كل متابعينا بس عليك، احلى مسا على كل الساده المتابعين، اهل المنصوره الناس المحترمه ورجال الدمنات ورجال بورسعيد، الرجاله التمام في كل مكان، واهل الصعيد خط الصعيد تمن على دماغي من فوق، كل متابعي قناه مزارع الحاج حسن ابو الحاج على دماغي من فوق، وبالاخص اخواتي المقتربين الناس المحترمه على دماغي من فوق. تسلم دماغك يا معلم. بالاخص اخواتي المقتربين المقيمين في السعوديه، الناس اللي بترن عليا وبتطمن عليا وبتحبنا بالله واحنا بنحبهم بالله يا مدير. حبيب قلبي يا معلم حماه. طبعا النهارده طبعا العمده حماده ابو الحاج طبعا راجع اليكم بعرض، طبعا عرض مش عارف بفضل الله. وقبل اي حاجه برضو نسمعكم اسعار حلوه ان شاء الله، والسلالات طبعا احسن. سمعونا الصلاه على سيدنا النبي، سمعونا الصلاه لحبيب النبي، صلوا معانا على سيدنا النبي كده وتكرمتم. وطبعا عايزين من كل المتابعين كدعم، عايزين دعم كده طبعا من كل الساده المتابعين بلايك بشير، وتصلوا معانا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا ريت طبعا كل يخش معاك ده على البث المباشر. طبعا الرجال اللي علقت عليه احنا بنرد عليه طبعا بقلب احمر، فالرجاء طبعا منكم. عايزين كل الست المتابعين جت شير معانا البث ده، عايزين شير، وكل المتابعين جت تصلي معانا على الحبيب النبي يا عم الحاج حماده صاحب العروض طبعا المميزه. حبيبي يا عم بابا تحياتنا ليك، احلى مسا عليك وعلى كل المتابعين الناس المحترمه، الناس دي كلها على دماغي من فوق. بفضل اللي انا بقدم لك النهارده ميزه في السلاله وميزه في الاسعار، يعني هقدم لك 4 عجلات هنا معايا اعمار 4 شهور من اعلى سلالات العجلات، عجلات من بليار ان شاء الله، عجلات قرع. اللهم صل على النبي. عجلات متقرعه من مزرعتنا، مش انا اللي مقرعها ولا انا اللي كويها، لا عجلات دي خارجه من مزرعتنا متقرعه. تمام. الاعمار اللي قدام معلم حماده، الاعمار بتاعتهم 4 شهور يا مدير. العجلات دي يا رجاله اعمارها 4 شهور، طبعا 4 سلالات تقدر تحسن بهم مزرعه كامله متكامله. اعمار طبعا معانا النهارده بفضل الله، من اعمار صغيره من 4 شهور الى اعمار لا باين متلقحه كبيره بفضل الله، لحد طبعا عجلات عشار معانا، لحد عجلات متلقحه. واللي عايز عشار استيراد بيور بالشهاده، موسم اول موسم ثاني بفضل الله متاح عندي في المزرعه الثانيه. اللهم صل على النبي. طالب منهم اي فيديوهات عينيا له. تسلم عينك يا معلم. تليفون يا مدير 010 980 4 999 8 توكل على الله فوق الارض. يا عمر العجله المنبليار دي السمنتال الاسمر دي بتنباع بنت يوم في قلب مزرعتنا، عجلات كلها تلقيحات سكستين امريكي. اللهم صل على النبي. بنت يوم ب 20,000 ما شاء الله. انا جايب لك اعمار 4 شهور ماشي، عجلات نسبه البيور فيهم بفضل الله فوق ال 90%. اللهم صل على النبي. مش هقول لك العجلات دي بيور اصلي، لا نسبه البيور فيهم بفضل الله فوق ال 90%. تمام. السعر بقى يا معلم حماده؟ الأربعة دولت يا مدير أعمار 4 شهور، عامل لك عليهم عرض وخصم قنبلة لعيون السادة المتابعين، وهقدم لك متوسط سعر تفاحتهم بعد ما الكل يدعمنا بصلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بنتعب والله واحنا بنجيب لك السلالات دي يا زب عمر عشان نقدمهم للسادة المتابعين. ماشي، هقدم لك الأربع تفاحات دول متوسط سعر دبابتهم، مش هنقول لك 42 500 زي ما بتسمع النهارده، ولا حتى في 35،
ولا حتى في 32,500 ولا حتى في 30,000. مفيش حتى كام؟ مفيش حتى 30,000 السلالات دي. السلالات اللي انت شايفها قدامك دي، يعني النهارده سلالاتنا زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم مفيش طبعا هنا 30 حتى في السلالة اللي انتم شايفينها قدام حضراتكم. السلالات دي يا جماعه الجميله ديت عجلات طبعا دم ومحاسن، الدم الحر، الفتحات العريضه جدا، اربع سلالات زي كده تقدر تحسن بيهم مزرعه كامله متكامله. قلت لك كام بقى يا معلم؟ اربع تفاحات دول عامل لك عليهم ضربه جويه لعيون الساده المتابعين، وهقدم لك متوسط سعر التفاحه بتاعتهم 29,500 جنيه. 29,500 واللي طالبهم اقدر احملهم له حالا وابعتهم له لحد باب بيته كمان يا طبعا. اللي عايز يحجز حالا عينيا، لو اللي عايز منهم عجله واحده بس هبيع. رقم تليفون المعلم حمار الرجاله طبعا 010-980-4998. دي بالطباره مستورده يا باشا، اللهم صل على النبي. دي بالطباره مستورده. فيهم طبعا مين تلقحات، فيهم طبعا الروشتان البيور، فيهم طبعا المونبليرات ما شاء الله، الوشوش سمحه جدا، اربع سلالات ما شاء الله ما شاء الله عليهم، الفتحات طبعا والشاسات والجمال اللي في العالم كله طبعا في العجلات ديت ب 29,500 رجاله. وطبعا لو عجبك الفيديو لا تبخل علينا بالاعجاب، لان احنا طبعا ما تتصوروش ان تعبانين قد ايه لما نجيب لكم سلالات زي كده، عشان الرجاله الحلو طبعا الحلو ما بيجيبش الا الناس الحلوه. صلى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهارده سلاله ترضي الله، اللهم صل على النبي. انا قدمت لك اعمار اربع شهور، هقدم لك هنا اعمار ست شهور يا زاب عمر، هقدم لك عجلات هولشتاين درجه اولى. اللهم صل على النبي. معانا طبعا هنا الهولشتاين اهو، شكل الجمال يا جماعه، شايفين البقر هنا؟ يعني بقرة زي ديت على مدار الأيام، عجلة زي ديت على مدار الأيام هتبقى طبعا معاك بقرة، يعني لقدام الحلوة رجالة، الحلو طبعا الحاجة الحلوة طبعا بتفتح النفس، والبقرة الحلوة النهاردة رجالة محدش بيقدر على ثمنها بما يرضي الله، يعني النهاردة البقرة الحلوة أبرك من عربية جامبو. تمام يا جماعة؟ معانا طبعا اللهم صل على النبي، معانا طبعا خمس سلالات هنا اعمار، الاعمار بتاعتكم شغاله من خمس شهور لست شهور يا مدير، من خمسه طبعا لست، فتحت طبعا العرضه جدا من ورا زي ما انتم شايفين. ده رقم واحد معانا ايه؟ صلى على سيدنا رسول الله. رقم اثنين العجه دي كلها رجاله عمرها هولشتاين ولاد استراب، دولت يا صاحب عمر عجلات هولشتاين ولاد استراب، شايفين فتح النور عامله ازاي؟ الدبابه دي كلها رجاله عمرها حوالي من ست شهور عجلات، اللهم صل على النبي. عجلات تأسس صح تكسب ما شاء الله. قول لهم المعلم حماده ابو الحاج بقول لكم على المدى العالي أسس صح تكسب. شايفين البراون هنا الساده يا جماعه؟ لان النهارده العجله العشره الزاب عمر النظيفه ب 120,000 وب 130,000، العجله البقر الاصدارات العشر النظيفه ب 120 وب 130. انا جايب لك شلالات والله ما بتخرج من اي مزرعه. الشلاله اللي انت شايفها قدامك يا زاب عمر دي بتخرج بواسطة، اتفرج على سلالة العجلة والله بتخرج بواسطة، اتفرج على العجلة التانية بقرعة دي براوند سمنتال، العجلة دي احنا طبعا متحصنة طبعا تحصينات طبعا كافة تحصينات رجالة زي ما انتم شايفين. معاك يا معلم حمادة. العجلة تفاح، اللهم صل على النبي، ما شاء الله تبارك الله، من اي معلم، اللهم صل على النبي، وعجلات راجل معلم ما شاء الله تبارك الله، وما راجل معلم وما ينومش الا راجل معلم. تمام، صل على سيدنا رسول الله تكسب صلى الله عليه وسلم. التفاحات دول انا عامل لك عليهم اوكازيون عالمي لعيون الساده المتابعين، بس كل اللي شاهد اللايف ده وكل من كان في قلبه من جوه ذره حب لربنا فوق ولسيدنا رسول الله يدعمني بلايك زوار تحل وبتعليم في الصلاه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان انا هقدم لك سعر بفضل الله مش موجود. كم بقى مع الحصولات ديت؟ الخمس تفاحات دول عامل لك عليهم ضربه جويه مع عجله يا باشا ولشطاين فيهم بيور دم حر، بتنعرض النهارده في اي مزرعه ب 47,500. تمام، معاك عجله فيهم براون سويسري دم حر بيور بانتبارة سويسري بتنعرض النهارده ب 50,000. انا هقدم لك الخمس تفاحات بكام؟ بكام؟ متوسط سعر التفاحه بتاعتهم 42,500. 42,500. وعشان خاطر الناس اللي بتدعمني بصلاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبلايك صغير كده حلو، هقدم لك الخمس دبابات دول متوسط سعر دبابتهم 37,500 جنيه. 37,000. وانا بتحدى نفسي في السعر وفي السلاله، مش هقول لك اتحدى اي حد، لا انا بتحدى نفسي انا
في ميزه، ميزه السلاله اللي انت شايفها قدامك دي وميزه الساعه. اللهم صل على النبي. يبقى الخمس عجلات دول رجاله ببعضهم على 37500. طبعا اللي لاقي منهم الخمس شهور العجله الكبيره بتزيد في العرض والعجله الصغيره الخمس شهور طبعا مش زي يا رجاله، طبعا الست شهور فيهم طبعا الصغيره شويه بتقل الكبيره شويه بتزيد. تمام يا جماعه، تعالوا نشوف بعدين. بس انا عايز طبعا يا ريت طبعا كل المتابعين كده دعمنا، عايزين دعم رجاله كام منكم، عايزين يا ريت طبعا الرجاء كده دعم من كل المتابعين معانا، عايزين كل متابعينا كده تصلي معانا على الحبيب النبي، عايزين لايكات حلوه، عايزين طبعا الساده المتابعين تتفاعل معانا على البث المباشر. يعني مش عايز الرجاله كده تسرح معانا في العجلات كده، طلب العجلات حلوه الناس تسرح معانا طبعا في البث، لا انا عايز الساده المتابعين كده يا ريت طبعا الرجاء التفاعل زي ما احنا كده بنتعب معاكم، بنقدم لكم سلعه محترمه وطبعا لمتابعين محترمين، فمحدش يبخل علينا طبعا باللايك والصلاه على سيدنا النبي وشاروا البث يا رجاله. لسه هقدم لك مشروع باقل وارخص التكلفه، معايا اربع دبابات متلقحين هقدمهم لك بسعر عجلات خلايط فاضيه على الاحجام والشاسات دي كلها. طيب انت قدمت لها طبعا بقى اربع شهور وقدمت لها ست شهور وسبع شهور، زاد بقى عمرهم قد ايه؟ هنا يا استاذ ابو عمر عجلات خليط من العالي قوي، نسبة الأورشتاين فيهم من نسبة 85%. اللهم صل على النبي. بفضل الله. ونعم بالله يا معلم محمد. ودي عجلة فيهم بنت 12 شهر. العجلة دي عمرها سنة يا رجالة. اه ومعاك واحدة من 12 شهر يا باشا، والصغيرة اللي فيهم دي بنت 9 شهور. وأصغر عجلة فيهم طبعا معانا طبعا عجلة 12 شهر وعجلة 11 شهر وعجلة طبعا عمرها 7 شهور وعجلة طبعا هي قرعة زي ما أنتم شايفين. وطبعا العجلات ديت ما شاء الله تبارك الله ربنا طبعا يبارك للي هيدخلهم بيته او مزرعته. كام بقى يا معلم حماده؟ ثلاث تفاحات دولت يا مدير عامل لك عليهم اوكازيون وخصم هايل لعيون السنه المتابعين. ايوه وهقدم لك متوسط سعر تفاحتهم 43500 جنيه النهارده يا زبون. 43000 43500 السلالات اللي انت شايفها قدامك دي. اللهم صل على النبي. يبقى الثلاث سلالات دول في بعضهم يا رجاله على 43500 جنيه طبعا متوسط سعر العجله فيهم. طبعا الرجاله اللي لاقي منهم السبع شهور مش زي ال 11 شهر مش زي السنه يا رجاله. طبعا اللي لاقي منهم كل حاجه بسعرها. نهايه العرض معايا صلى الله عليه وسلم. نهايه العرض معايا عايز اول هام ترند صلعه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترند صلعه سيدنا رسول الله اللهم صل على النبي. وعايز ترند لايكات لان معايا اربع دبابات اربعه متلقحين من مكانهم. اربعه متلقحين هبيع لك على فاضي وفوق من ده كله عجلات موازين بفضل الله فوق ال 350 320 وهقدم لك سعر بسعر العجله الخليط البلديه في السوق. سعر؟ بسعر عجله خليط بلديه في السوق. يعني المال الطيب ده تقدم طبعا باسعار؟ باسعار النص بالنص، سيبك من المحجر يقول لك دي تحت العشر النهارده ب 90000 عشان دي يا زلمه عمر سمنتال لو عشرها شهرين اتنين لو عشرها شهرين اتنين هتتكلم معاك فوق ال 90000. تمام. دي لو عشرها يا مدير شهرين اتنين هتتكلم معاك فوق ال 90000. يعني عجله زي كده لو العشر بس شهرين اتنين يا رجاله هتحكي معاك طبعا في رقم وفلوس. العجلات دي طبعا متلقحه بختك رزقك. طبعا الشاسات الارم طبعا الدمياط الجميل معاك السمنتال الاصفر. طب صل بقى يا معلم ثواني الحلبات طق شايفين رجاله يا باشا بتحلب من شايفين الشغل شايفين الرخوه هنا. عجلات طبعا ما شاء الله ما شاء الله ما لي شرف. العجلات دي كمان عشان نبقى ساكتين مع ربنا ومع الساده المتابعين العجلات دي عجلات تلقحات نسبه البيور فيهم من 95% الظبط. اللهم صل على النبي. لو ماشي عجلات خليط ولا خليط عالي هات الربع بتاعتهم كده دولت يا مدير عجلات نسبة بيور عالية بنسبة 95%. اللهم صل شايفين الفتحات من ورا شايفين الشاسات يا رجالة. اللهم صل على النبي ما شاء الله تبارك الله. أربعة متلقحين وهبيع لك على فاضي. بكام بقى يا معلم حمادة؟ بالأربع دبابات دول مشروع بأقل وأرخص التكلفة النهاردة العجلة العشر منهم شهرين اتنين بتتكلم ب 90000 يا زبون. اللهم صل على النبي. عجلات بمعاني كلمة عجلات. قلت له أربع دبابات دول عاملين كام في بعضهم؟ أربع دبابات دول عامل لك عليهم ضربة جوية لعيون السادة المتابعين. عشان خاطر طبعًا رجالة الشلالة داخلة معانا على البث المباشر. أقل شوية على دماغي من فوق. عشان خاطر طبعًا رجالة الغربية. ورجاله الغربيه رجاله الصعيد طبعا ناس محترمين على دماغهم اهالي الصعيد تما من اول الفيوم وبني سويف واهالي المنيا واهالي الاسيوط الناس المحترمه ورجاله سوهاج السوهاجيه الرجاله التمام في كل مكان اخواتي وحبايبي على دماغي من فوق. تسلم دماغك يا معلم حماه طبعا. وطبعا هذا العرض المقدم من داخل مزرعه الحاج حسن ابو الحاج
طبعا لاحلى واجمل متابعين في الدنيا. السولات ده رجاله طبعا ناخد منهم عجله واحده بس، عجله واحده بس طبعا، رزق المتابعين. بس احنا عايزين طبعا كل متابعينا كده، يا ريت طبعا اللي يجمع معانا كده يصلي معانا على الحبيب النبي. شايفين الجمال؟ انا مش عايز طبعا الساده المتابعين تسرح في البث المباشر. شايفين السلالات؟ عم الحاج حماده صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تحياتنا ليك طبعا على السلالات ديت. ربنا طبعا اديني اللي عايزنا كده. ايوه ربنا يبارك لك روح. قلت لي العجلات دي عمرها قد ايه؟ ده تفاحه صب عمر، اعمار شغاله من 15 ل 16 شهر. الاربعه طبعا كلهم متلقحين. الاربعه فيهم ثلاثه متلقحين يا مدير، فيهم واحده وفيهم واحده ما اتلقحتش لسه جاهزه للقاح. انا واحده فيهم بقى عشان نبقى سادين مع الله. انا واحده فيهم دي يا مدير العجله دي، العجله دي صرف مثلا. دي صار. اللهم صل على النبي. يعني العجله دي رجاله صارف جاهزه مجهزه. يعني ايه صرف يا ابو عمر؟ هقول لك يعني ايه. يعني العجله دي واقفه زي كده ما شاء الله. خليكم معايا على بس انا اقول لكم صرف ولا مش صرف. ثواني زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم مسبيه من ورا ما شاء الله. الفتحه طبعا والشلشول من تحت حاجه. يعني اللي اخد الاربعه دلوقتي هلقح دي على طول مباشر. بكام بقى الاربعه دول يا معلم حماده؟ الاربع دبابات دولت يا مدير عامل لك عدد تلفزيون عالمي عدلات وش الخير. اللهم صل على النبي. الاربع تفاحات دول هقدمهم لك لعيون الساده المتابعين بعد ما انا عايز تبقى على الطاولة وعايز تعليق في الصلاه على سيدنا رسول الله، عشان انا ببقى مبسوط وانا بقدم لك سلعه نظيفه زي دي. يا ريت طبعا كل رجالتنا كده طبعا. اخونا صاحب الفخامه على دماغنا من فوق، اخونا طبعا محمود فتحي صاحب الفخامه تاني. كل اللي بيعلق معانا يا جماعه على دماغنا من فوق، كل الناس المحترمه اللي بتعلق معانا تعليق كلكم على راسي من فوق يا احلى واجمل متابعين. معلم انا عايز اطلع العجلات دي بره كده بس ابص عليهم. انا عايز استرش العجلات دي عشان العجلات دي كده ايه مظلومه بغير بالله. شوف يا رجاله ثواني العجله دي صرف ايه؟ طلعها بره كده. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا فوق يدعمنا في تعليم الصلاه على النبي محمد. كله صلى على النبي. اي سلعه اللهم صل على النبي. بقدم لك سلعه من الممنوعات بفضل الله ونعمه بالله يا معلم. بقدم لك تفاح الذهب الاحمر. اللهم صل على النبي. الذهب الاحمر ما شاء الله تبارك الله. بقول لك ايه بقى يا معلم حماده؟ بقول لك انت انا مش واقع على السلعه. الكاميرا بتاعتك مش جايبه مظلمه وما يرضى الله ونعمه بالله. الحاجات دي على الطبيعه احسن من الكاميرا كتير. الاربع دبابات دول هقدمهم لك بكام؟ شايفين طبيعه ربنا؟ شايفين الجمال؟ طلع سيدنا رسول. سلالة زي كده بتيجي يا جماعه طبعا كل فين وفين. يعني سلالة زي كده بجد، يعني بجد والله، يعني قد ايه طبعا احنا دايما مبسوطين جدا جدا بسلالة زي كده، لان طبعا يعني مش اي حد يفرط فيها بمرض الله. والله انا غلطان يا معلم حق كلامي. ربنا يخليهم ولا يدخلهم بيوتها ومزرعه. اللهم امين يا رب العالمين. سيدنا رسول الله تكسر. صلى الله عليه وسلم. الاربع التفاحات دول عامل لك عليهم اوكازيون عالمي يا زلمه عمر، وهقدم لك متوسط سعر التفاحه بتاعتهم بدلا من 85,000 زي ما بتسمع اليومين دول. ايوه ماشي. والعجلات دي في منها عجلات بتنعرض على القنوات النهارده ب 75، ولا دي عجله بيور استراد جايه من بره. لكن انا ما عندناش الكلام ده يا زبا عمر. اللي خلقه ربنا يقوله. عندنا طبعا اللي خلقه ربنا. اللي خلقه ربنا والله اللي يقوله. ونعم بالله. الدبابات دي اللي وشهم يجيب الرزق والخير عامل لك عليهم ضربه جويه بعد ما الكل يتفاعل معايا. كل اللي بيحب ربنا فوق يدعمنا بتعليم في الصلاه على سيدنا رسول الله. والله المفروض الناس كلها طبعا تصلي معانا على سيدنا النبي عشان طبعا ده مان. واللي بيحب المعلم حماده ابو الحاج في الله، اللي بيحب المعلم حماده ابو الحاج في الله، الدعاء بالرحمه والمغفره للحاج حسن ابو الحاج ولجميع اموات المسلمين من ما خلق سيدنا ادم الى ان تقوم الساعه. اللهم امين يا رب العالمين. عايزين نطور على الساده المتابعين. وبنقول يا معلم طبعا اللي خلف تمام. وانا عينيا للساده المتابعين، اي حد يجي هنا شبشبه اللي هو لابسه هنعمل معاه الصح. تسلم يا معلم حماده تسلم. والناس تسلم. كلها على دماغهم من فوق. تسلم دماغك يا معلم حماده. الاربع دبابات دول عامل لك عليهم اوكازيون عالمي وهقدمهم لك لعيون الساده المتابعين متواصل سعر الدبابه بتاعتهم بدلا من 85 وزي ما بتسمع اليومين دول 75. عامل لك عليهم ضربه جويه. سيب لي رقم التليفون عشان طبعا اللي هتقول السعر اللي عايز يحجز منك فورا. عامل لك عليهم ضربه جويه على 67,500 جنيه عجلتها. 67,000 67,500. والعجلات دي تسوى احسن من كده بكتير. تمام تسوى احسن من الكلام ده. بس انت هنا اللي خلقه ربنا يقوله لك هقدمهم لك بما يرضي الله على 57,500 جنيه. كم؟ 57,500 جنيه. وعشان خاطر الناس اللي بتدعمنا بلايك تروح فين بقى؟ تروح فين بقى؟ استنى بقى. التعليم في الصلاه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش هقول لك 57 ونص. مفيش 57 ونص ولا 67 ونص ولا 67 ونص. لا
10,000 يا مره واحده. هقدم لك الدبابات دي على كام؟ بكام؟ انا عامل لك قنبله في الاسعار. اللهم صل على النبي. ما شاء الله تبارك. سمعونا الصلاه لحبيب النبي رجاله كده. اللهم صل على النبي. مفيش طبعا 57,500. هقدم لك الدبابات دي يا مدير لعيون الساده المتابعين بعد ما الكل يدعمني التفاعل كده وبلايك زوار كده حلو. هقدم لك الشاسات دي كلها على 55,000. دولت هديه مني للمتابعين. قلت لك كام؟ على 55,000 الدبابه بتاعتكم. ب 55,000 جنيه متوسط سعر العجله. متوسط سعر العجله بتاعتكم 55,000. تريلات اللي جاي ينقل العجله الصغيره بتقل والعجله الكبيره بتزيد. لما طلعت اربع دبابات دول اقدر احملهم له وابعتهم له لحد باب بيته. 57,000 55 55 خليكوا فاكرين 55. اللهم صل على حد يعرض لك السمنتال بيرضي ب 75 وب 73 زي ما بشوف على القنوات النهارده. قول له لا دي عند المعلم حماده ابو الحاج. المعلم حماده ابو الحاج ابن الحاج حسن ابو الحاج رحمه الله عليه عرضها لك ب 55 يا ابو. اللي عايز بقى اي كميات منهم؟ واللي طالب اي كميات اقدر اوفره بس عن طريق الحجوزات. عن طريق طبعا دولت اللي بيجوا كل سنه مره. والحجز طبعا عن اولويه. انت معاك عجله سمنتال اسمر يا مدير بتنباع النهارده ب 70,000 في اي مزرعه. اللهم صل على النبي. سمنتال اسمر دي ما شاء الله تبارك الله. معاك عجلات يوم سمنتالات النهارده ب 75,000. معلم حماده صل على النبي. صلى على النبي. صلى الله عليه وسلم. متابعينا ناس محترمه ومش مخسره فيهم اي حاجه. حبيبي يا عم ابو بجد يعني بجد. وانا اللي الناس دي ناس حلوه. هنعمل معاه الصح. واللي هيشتري من عندي وجاي على الفيديو ده هخصم له ثمن الباقه عشان هو قعد معايا على الفيديو وسمعه. واللي مش هيجي يشتري وسمع الفيديو من الاول للاخر هرن عليه واشكره على دماغي من فوق. تسلم دماغك يا عم حماد. والسلام عليكم ورحمه الله. تسلم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حبيبي يا عم. تحياتنا ليك يا معلم حماد طبعا. تحياتي بجد ليك. رقم تليفوني يا باشا 010 010 980 4 9 9 8. طبعا تحياتنا لكل الناس المحترمه اللي حضرت معانا اللايف من اوله لاخره الناس دي كلها على دماغي من فوق. كل متابعينا طبعا اللي علقت معانا تعليق وصل على سيدنا النبي. كلكم على دماغهم فوق احلى واجمل متابعين في الدنيا. طبعا اي راجل مس علينا في البث المباشر يعني تحياتي ليه؟ اخونا طبعا ابو وائل الغالي على دماغي. كل متابعينا كل الناس المحترمه اللي دخلت معانا على اللايف كلكم على دماغنا من فوق وده شرف كبير لينا يا احلى واجمل ناس في الدنيا. بشكركم على حسن استماعكم معانا ونترككم في امان الله ورعايته والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.